السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة للجميع صحة فطوركم صحة رمضانكم أسئلة كثيرة تردنا دائما وبصيغة واحدة هل كنخلص نخلص أو هل كتكون تكون المقابلة في شهر أفريل أو مارس متى تكون أول استفادة لي من منحة البطالة ببساطة كل من كانت مقابلته في شهر الاستفادة تكون بعد شهر من المقابلة يعني مقابلته في شهر مارس تكون أول خلصة لي في شهر افريل ومن كانت مقابلته في افريل تكون اول خلصة لي في شهر ماي وهكذا دواليك عكس الأيام الأولى لمنحة البطالة